الطبيب. حسنا، حان وقت جولة معاينة دكتور موندو. تولد الأتباع. العلاج الأفضل للألم المزمن هو ابتكار ألم جديد. لدينا مريض جديد. اسمحوا لي موندو بالمرور، فأنا من الطاقم الطبي. يا طبيب يا طبيب، عالج قلبي يا طبيب. اسمحوا لي موندو بالمرور، فأنا من الطاقم الطبي. لقد نسيت كيفية التطهير، سأعود إلى كلية الطب. يا طبيب يا طبيب، عالج قلبي يا طبيب. قتل العدو.
لماذا يزاول موندو هذه المهنة؟ لخدمة المجتمع. الكهرباء تحث الدماغ على العمل بنشاط. يضم وسائد معلقة على الجدران. أنا أجيد الطبابة. في الطريق إليكم. قتل فريق العدو التنين. الكهرباء تحث الدماغ على العدو. هاجم البرج. تم تدمير أول برج حماية. يا طبيب عالج هذه يا طبيب. لا مشكلة فأنا طبيب. لقد نسيت كيفية التطوير. سأعود إلى كلية الطب. يا طبيب يا طبيب عالج قلبي يا طبيب. اسمحوا لي موندو بالمرور فأنا من الطاقم الطبي. أنا أجيد الطبابة. نوبة اغتياج. تم تدمير برج حماية العدو. لقد
لقد نسيت كيفية التطهير. سأعود إلى كلية قتل العدو. منذ يقصد أي مكان يحلو له. اشتبكوا. لماذا يزاول منذ هذه المهنة؟ لخدمة المجتمع. لا مشكلة، فأنا طبيب. العلاج الأفضل للألم المزمن هو ابتكار ألم جديد. الكهرباء تحث الدماغ على العمل بنشاط. قتل حليب. إيقاف. تراجعوا من موقع التنين. يا طبيب، أعالج قلبي يا طبيب. مشكلة، فأنا طبيب. اسمحوا لي موندو بالمرور، فأنا من الطاقم الطبي. سأعود إلى كلية الطب.
لماذا يزاول موندو هذه المهنة؟ لخدمة المجتمع. قتل حليف. موندو يفتقد المكتب القديم، المكتب الذي يضم وسائد معلقة على الجدران. العلاج الأفضل للألم المزمن هو ابتكار ألم جديد. ضربة واحدة. موندو يقصد أي مكان يحلو له. تراجعوا من موقع البارن. يا طبيب يا طبيب عالج قلبي يا طبيب. اسمحوا لي موندو بالمرور، فأنا من الطاقم الطبي. يفتقد المكتب القديم، المكتب الذي يضم وسائد معلقة على الجدران. قتل العدو. قتل حليف. لا تتحرك أيضا هنا. قتل العدو. لماذا يزاول موندو هذه المهنة؟ لخدمة المجتمع. قتل مزدوج. ثورة قتل. طبيب.
قتل العدو. منذ يقصد أي مكان يحلو له. أنا أجيب الحليف. قتل مزدوج للعدو. العدو في قتل. قتل العدو. سائدة معلقة على الجدران. Yeah.
الطريق إليكم. الأفضل للألم المزمن هو ابتكار ألم جديد. لن يكون الموت مصيرك وأنا هنا. قتل حليب. هاجم هذا البطل. سقط برج حماية. قتل فريق العدو بارا ناشر. هاجم هذا البطل. بلا منازع. Thank you.
في وايلد ويست. ها قد وصل الزعيم، توقفوا عن التصفيق. جدية. تولد الأتباع. اشتبكوا. انظر إلى ذلك الوجه وكأنه يصرخ مناديا: الكمني ضربات مجانية. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. ماذا قلت عن والدتي؟ أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ علم بك أن لا تخفق. بهاتين اليدين ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني رجل أعمال. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهة النفسية. أيتها القبضة، لتصطدمي بذلك الوجه. في الطريق إليكم. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني رجل أعمال. حان وقت الجلب والمشاجرات. تهشيم للرؤوس. سأعود مجددا على يتفقد بعض الأعمال المشروعة. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات اللفظية. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة لنفسه. أحطم الوجوه. في الطريق إليكم. أيتها القبضة، لتصطدمي بذلك الوجه. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. فلتمسك هاتين اليدين. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات الوطنية. بعض اللكمات. قتل حليف. ينظرون إلي على أنني قتل العدو، لكنني أرى أنني رجل أعمال. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة.
سأعود مجددا على يتفقد بعض أعمال المشروع. قتل العدو. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حري بك ألا تخفق. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. أيتها القبضة، لتصطدمي بذلك الوجه. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات اللفظية. لنسدد بعض اللكمات. هاجموا ريفت هيرا. لطالما أخبرتني أمي بأنها هاجموا ريفت هيرا. قتل العدو. أنت في فورة قتل العدو. ضربات مجانية. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حري بك أن تخطئ. نسدد بعض اللكمات. قتل فريقك ريفت هيرالد. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكني أرى أنني أجب أعمالي. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. نوبة اغتياج. مجانية. ينظرون إلي على أنني مجرم. ماذا قلت عن والدتي؟ أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حري بك أن لا تخفق. لطالما أخبرتني أمي في الطريق إليكم تم تدمير أول برج حماية. قتل العدو. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. سقط برج حماية.
ينظرون إلي على أنني مجرم. إنني أرى أني رجل أعمال. أحسن الوجوه. ماذا قلت عن والدتي؟ مسيطر. تحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حري بك أن لا تخسر. أيها القبضة لتصطدم بذلك الوجه. نوبة اهتياج. تحشيم للروس. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. ضربات مجانية. الجهات اللفظية. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة. صلابة الصخر. Thank you.
لقد أتى الطبيب. أنت على الجانب المقابل من الخريطة. تم تبديل المسار. أهلا بك في وايلد دريفت. تولد الأتباع. حسنا، حان وقت جولة معينة دكتور موندو. الجلوس وسيفحصك موندو. الأفضل للألم المزمن هو ابتكار ألم جديد. موندو يفتقد المكتب القديم. المكتب طبيب. الدماء تحث الدماغ على العمل بالنشاط. لدينا مريض جديد. لقد نسيت كيفية التطهير. سأعود إلى كلية الطب. اسمحوا لي موندو بالمرور. أول ضحية. قتل العدو. يا طبيب يا طبيب، عالج قلبي يا طبيب. لماذا يزاول موندو هذه المهنة؟ لخدمة المجتمع. أنا أجيد الطبابة. يا طبيب يا طبيب، عالج قلبي يا طبيب. العلاج الأفضل للألم المزمن هو ابتكار ألم جديد.
الطبابة. العلاج الأفضل للألم المزمن.
هو ابتكار ألم جديد. هاجم هذا البطل. منذ يحسب أي مكان نحن له. اشتركوا. قتل حمد. سقط برج حماية. يا طبيب يا طبيب عالج طبيب. قتل فريقك التنين. قتل العدو. قتل العدو. يفتقد المكتب القديم، المكتب الذي يضم وسائد معلقة على الجدران. منذ يقصد أي مكان يحمي له. سقط برج حماية. أنا متحمس للغاية. منذ يقصد أي مكان نحن له. Thank you.
لماذا يزاول موندو هذه المهنة؟ لخدمة المجتمع. لقد نسيت كيفية التطوير. سأعود إلى كلية الطب. يا طبيب يا طبيب، عالج قلبي يا طبيب. اشتبكوا. أنا جاهز. منذ يقصد أي مكان يحلو له. يضم وسائد معلقة على الجدران.
هاشم البارن. اعتبر نفسك قد صفعت أيها المبتدئ.